طبعا احنا اليوم كنا في جلسه حواريه بعنوان تحصيل البدايه والحاضر والمستقبل. يمكن خلال جلستنا هاي نحن تكلمنا من بدايه 2007 والى يومنا الحالي وين كنا في نظام تحصيل كان باسم نظام تحصيل ايصال الذكي التحصيل، واليوم نحن نتكلم عن بوابه دفع رقميه معتمده في حكومه الشارقه. حققنا الحمد لله العديد من الانجازات، واكبنا جميع طرق الدفع العالميه، كنا مستخدمين افضل الانظمه الامنيه والبرمجية في أن نحن نواكب تطلعات ومتطلبات الجهات الحكومية. ولا طبعا ما لا يخفى عليك أن نحن في سنة 2021 كانت من السنوات اللي نحن كان عندنا تحديات كبيرة بأن نحن نوفر خدمات دفع رقمية متاحة على جميع المنصات، وهذا لله الحمد نحن حققنا في نظام دفع رقمي التحصيل. ويمكن كان في جزء من الجلسة مشاركة الجهات الحكومية آرائهم في من وين نحن نبغى نوصل في نظام تحصيل. طبعا كان هم لهم دور في هذا تميز بعد مرور 15 عام يعني من الإنجازات والتميز اللي نحن شهدناه في حكومة الشارقة.